بيان صادر عن المجلس العسكري في دمشق وريفها. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أبناء الشعب السوري الثائر في الداخل والخارج، ها قد اتضحت حقيقة ما يحاك لهذا الوطن الجريح، وبات من المؤكد لديكم ضعف وضياع كل من ادعى دعمه ووقوفه إلى جانب شعبنا الثائر على نظام باع الوطن وقتل وشرد أبناءه. فإلى متى سنظل ننتظر حلولاً واهية لا هدف لها سوى إطالة أمد الحرب وتسليم بلدنا إلى غزاة ومحتلين جدد؟ أيها الشعب السوري الصابر المنصور، بإذن الله آن الأوان لأن تعودوا إلى طريق الصواب لتحقيق هدفكم. فكما ولدت ثورتكم عفوية بعيدة عن الارتهان لقرارات تصب ضد مصلحة الشعب، فقد أصبحتم الآن مطالبين باتخاذ القرار الصحيح من خلال توحيد القوى في جسم واحد يحمل راية واحدة وهدفا واحدا، ينهي مأساتنا ويقضي على غطرسة الدول والأنظمة الإرهابية التي باتت تقتل شعبنا وتدمر بلدنا نيابة عن نظام انتهى وبات من الماضي. فلنصوب أسهمنا ولنصحح بوصلتنا باتجاه الهدف الصحيح، والذي سيكون من خلال إسقاط النظام في عقر داره وفرض واقع جديد متمثلاً بإطلاق صوت الشعب السوري الحر من عاصمة الأمويين دمشق، عاصمة الحضارة، لبناء دولة العدل والقانون. دمشق 12/2016 للميلاد.